ديدن الدول المتقدمة. الدول المتقدمة الحقيقة تجنس الكفاءات. في إطار رغبتها في استقطاب الكفاءات البشرية، أجرت المملكة العربية السعودية تعديلاً قانونياً يفتح الباب لتجنيس الكفاءات الطبية والعلمية والثقافية والرياضية والتقنية، بما يسهم في تعزيز عجلة التنمية ويعود بالنفع على البلاد. صدرت الموافقة السامية الكريمة على منح الجنسية السعودية لعدد من أصحاب الكفاءات المتميزة. وينص التعديل السعودي على قانون الجنسية على ضرورة أن يراعي الاستقطاب أعلى معايير الكفاءة والمهنية في المرشحين لنيل الجنسية، ولن يتم فتح الباب لتقديم طلبات بهذا الخصوص. القائمة الأولى التي أصدرها العاهل السعودي تضم الدكتور السوري محمد البقاعي، الباحث والمحقق والمترجم وصاحب حوالي 40 مؤلفاً في فنون متعددة أبرزها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة. أما اللافت فهو حصول رجل الدين الشيعي وأمين عام المجلس الإسلامي العربي في لبنان محمد الحسيني على الجنسية. وقال الحسيني: منحنا الجنسية السعودية بأمر كريم هو شرف كبير وفخر عظيم يجسد أجمل معاني الوفاء والولاء والانتماء. وأكد الحسيني على أن منح الجنسية السعودية هو وفاء وولاء وانتماء ومسؤولية يفخر بها كل عربي وكل مسلم، ويرتب عليه مسؤولية الحفاظ على هذه الهبة الغالية. وقد أجريت على نظام الجنسية السعودية تعديلات تنص أهمها على أن يكون المرشح لها ممن ولدوا داخل المملكة أو خارجها لأب سعودي أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له. ويوضح القانون أنه يعتبر أجنبياً من ولد في المملكة عن أبوين أجنبيين أو من أب أجنبي وأم سعودية، ومن ولد في الخارج لأب أجنبي معروف الجنسية وأم سعودية، ومع ذلك يكون لهذا المولود عند بلوغه سن الرشد الحق في اختيار الجنسية العربية السعودية إذا توفرت فيه الشروط الآتية: أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد، أن يكون حسن السيرة والسلوك، أن يكون ملماً باللغة العربية، أن يقدم خلال سنة من بلوغه سن الرشد طلباً بمنحه الجنسية العربية السعودية، ويرفق طالب التجنيس بطلبه تصريح الإقامة الدائمة وجواز سفره القانوني. أن نكون أحد أبناء هذه البلاد وأن نحمل الراية